message. اليوم مقابلة الدور النهائي من رابطة أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي. آخر مقابلة بينهم كانت في 2018 بكييف عاصمة أوكرانيا، وكان فاز في هذه المقابلة ريال مدريد ب3-1، وكان كريم بنزيما سجل هدف بين هذوك الثلاث أهداف تاع ريال مدريد. يا ترى هل الماتش تاع اليوم راح يكون فيه ثأر من ليفربول على الريال وراح تفوز ليفربول وبهكذا راح يفوز محمد صلاح ويثأر نفسه من مقابلة 2018، لأنه في هذه المقابلة كان محمد صلاح وكان ساديو ماني، يعني نفسهم ما زالوا في الفريق في هذه المقابلة. ومن جهة أخرى في الريال كان فيها بنزيما، رونالدو، كريستيانو رونالدو، لكن في هذه المقابلة كما نعرفو كريستيانو ما هوش كاين، راه في الانجليز مع مانشستر يونايتد. في الفريق تاع الريال كاين بنزيما، فالسؤال اللي يطرح نفسه هل بنزيما كريم راح يحافظ على اللقب ويعاود، مش يحافظ لانه هذيك فاز في 2018، هل راح يعيد الكرة ويسجل الهدف ويفوز بالكأس، او ان محمد صلاح هو اللي يفوز بالكأس؟ بطبيعة الحال احنا نتفرجوا المقابلة، تلعب برب ان شاء الله الساعة 8 بتوقيت الجزائر. نشوفوا الماتش، المهم انه تكون فيه اهداف، يكون اللعب نظيف، نتفرجوا على في مقابلة شابة من الطرفين. كما قلت لكم المقابلة اللي فاتت 2018 عندما تلاقوا هذو الفريقين الريال فازت 3-1، كانوا متعادلين 1-1، الريال هي اللي سجلت الأولى وبعدها ليفربول عدلت النتيجة وبعدها مانشستر سيتي، يعني مع محرز ربي يشفيك محرز ريال مدريد. وكان الريال سجل كريم بنزيما 1 واللاعب الاخر نسيت اسمه، نظن بال ولا نظن هكذا، هذاك سجل هدفين، الهدف الثاني واش نقول لكم، ياي ياي ياي، هدف روعة، ما من الهدف الثاني، ثاني ربعة مقاسية، ندور مقاسية. المهم إن شاء الله نشوفه مقابلة مليحة، واللي يلعب مليح هو اللي يفوز بالكاس، سواء كريم بنزيما أو محمد صلاح، اللي يربح نقول له مبروك عليك، برب ان شاء الله نتفرجوا بروح رياضيه. ما تما نقول تغلب الريال على جال كريم بنزيما، نقول تربح ليفربول على جال محمد صلاح، فانا نقول لي يلعب مليح يغلب، لي يلعب مليح نقول له مبروك عليك عدا ما كان، وان شاء الله نتفرجوا في مقابله مليحه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. والغد من ذاك نظن غد من ذاك كاينه مقابله تاع الاهلي المصري والوداد البيضاوي، نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا، هذا الماتش الثاني نزيدو نحكو عليه في وقته. المهم تمنياتي اننا نشاهد مقابله في القمه بين الفريقين ريال مدريد وليفربول،
واللي يلعب مليح هو اللي يفوز. لا تنسوا الاشتراك بقناتي منسة منسة، تفعيل زر الجرس تاك تاك تاك، والإعجاب بالفيديو. نلتقي على خير، سلام. سمحوا لي نسيت ما قلت لكمش باللي مدرب فريق ريال مدريد في 2018 عندما فازوا بكأس رابطة أبطال أوروبا في كييف كان زين الدين زيدان، لازم نذكره. زين الدين زيدان هو اللي كان مدرب آنذاك وفاز بألقاب ياما. هذا واش حبيت نقولكم باسكو تفكرتوني، مستحيل باش ما ننساو زين الدين زيدان، مستحيل. هي في لقطة فاستني هذا ما كان. يا سلام. الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك.